بنات على تطبيق التيك توك، طالعين لايف مع بعض في تحدي. التطبيق ده ميزته ان هو بيجمع ناس كتيره من مختلف الدول. الاربع بنات دول كان منهم واحده في تركيا، واثناء ما هم كانوا على اللايف بدأ الزلزال، فبنشوف لحظات اولى للزلزال داخل اسره قاعده امنه مطمئنه، وبنتها كمان بتلعب مع صديقاتها على اللايف في تيك توك، والامر اختلف تماما. يا جوج وردات وردتين تتين ما وردتين كل اللي عندي وينكم؟ جولدن، شكرا شكرا. هيا بس فيكي ألم؟ الله شكرا، اجي تعزري مع هذا هذي رجل. ماما يلا أمي. يلا ماما يا أمي عم تهز البناية، لك عم تهز البناية، لك أمي حتوها. مالك؟ لك أمي ايوه عندهم الزلزال، لك أمي لك كل شيء عم تهز البناية. شو وقع؟ اي والله الا نيشان عندهم زلزال. نتمنى لك يا عم.